تشكيل هجومي وهوية هجومية لمستر وي فيتوريا مع منتخب مصر، يعلم ويعي تماما قيمة منتخب مصر، ودايما البدايات بتكون مهمة. عشان كده النهاردة بادئ بداية هجومية بشكل كبير، اترجمت بهدف أول لمصطفى محمد في الدقيقة الثانية من المباراة. والله شايف ان هو التشكيل ده تشكيل منطقي جدا، في عداله من مستر فيتوريا. هو على طول بيلعب بطريقه 4 3 2 1، مع ساعات بتتغير حسب سير المباريات ل 4 3 3. هو بادئ تشكيل هجومي، هو يعني ده برضو نرجع لتصريحات مستر فيتوريا اللي هو قال فيها ان هو متواجد هنا عشان الفوز، وقال ان كل مباراه بالنسبه له هي بطوله. فهو تشكيل هجومي، البدء بمحمد حمدي كمان، لان هو ليه ادوار هجوميه، لان هو متوقع طبعا موزمبيق تعمل تكتلات دفاعيه، فشاف ان محمد حمدي برضه ممكن يؤدي بصوره جيده. طبعا زيزو ابن الزمالك طبعا ليه دور، بيقوم بمهمتين النهارده، دفاع وهجوم، وبيستغل طبعا تقدم محمد صلاح، شايف ان هو بيأدي كطرف مميز، وطبعا مع المسانده مع زملائه في وسط الملعب محمد النني وحمدي فتحي. عايز اتفضل. وشايف كمان ان عوده احمد حجازي مهمه جدا، ان بعد اصابه وغياب طويل شايف ان هو برضو يعني تواجده كان مهم جدا. طبعا وتريزيجيه برضو شايف وجوده مهم، خبرات كبيره برضو بيساعد في اختراقات مميزة من اليمين ومن الشمال. برضو طبعا مصطفى محمد يعني صاحب الهدف، يعني مصطفى محمد برضو بينزل في وسط الملعب كتير لمساندة زملائه.